تجنب الاتصال الوثيق الذي لا يقل عن متر واحد مع الاشخاص الاخرين. ارتدي قناع وغطي انفك وفمك جيدا. لا صوت يعلو على اصوات التحذير من فيروس كورونا هذه الايام. مكبرات الصوت تصدح بالشوارع لتوعية المواطنين بخطورة الفيروس، خاصة وسط كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. خاصة مكبرات الصوت أنا نبعثوه للأحياء الشعبية والأحياء والشوارع الرئيسية، يمشي كل 100 متر ويحبس ويمد الإرشادات فيما يخص التوعية باش نجتنبوا هذا الميكروب تاع كما يقولوا الكورونا فيروس. غير مبادرة طيبة وجيدة ولازم منها، وانما الشعب بدا يتوعى شويه. انا نشوف فيهم كما في ارشي سونتر هكذا بالسبت ما تلقاش وين توقف، مي الحمد لله دوكا راهي مليحه الدعوه شويه. الحمايه والوقايه مسؤوليه الجميع، التزموا بيوتكم. الشاحنه تجوب الشوارع بمكبرات الصوت لتتوقف كل 100 متر موجهه النداء لعدم الخروج الا للضروره. نمشوا كل 100 متر ولا 50 متر نحبسوا، نهضروا التوعية وتوصيات لتفشي هذا الفيروس، نزيدوا نمشوا شوية، نزيدوا نحبسوا في الكارتي بوبيلار. شباب بمياه مطهرة وآخرون بملصقات توعوية مكثفين جهودهم لكبح هذا الفيروس القاتل. الفيروس يقعد في القا 9 جور، 9 أيام الفيروس يقعد في القا، وفي اليدين كيما هكا يقعد 10 دقائق. كي نخمو مليح با لا بان دو كون، با لا بان نلبسوا لي كون. انا بالستاف تاعنا بالاكيب نقوم بعمليه تطهير اهم المناطق يعني الكبيره واللي يستعملوها واللي يمسوها الناس بزاف. ثاني نقوم بعمليه توعيه وايصال رساله للناس باش يلتزموا بالبيوت تاعهم. حملات مكثفه للحد من فيروس كورونا مع ازدياد ضحاياه تستحق التشجيع والتعميم، فالوقايه خير من الموت.